ايه الصراع مع النفس اللي حالة بتعدي بيه؟ أكبر صراع؟ أكبر صراع أنا طول الوقت أكتشلي في صراع، وأعتقد أن الناس كتيرة كده، بس أنا خلي بالك صراعاتي كتيرة قوي، لأن أنا ولادي في كندا مش هنا، وجزء كبير من الصراع ده أن أنا كنت نفسي أن هم دايماً يبقوا معايا. طبعاً بكلمهم كل حاجة، بس جوايا أنا ببقى تعبانة جداً جداً، يعني ده واحد بيتقطع. أيوة طبعاً. الصراع التاني إزاي تعملي البالانس بين حياتك ورغباتك وبين إنك تبقي بترضي ربنا وبتحبيه في نفس الوقت، التوازن. الحتة دي أكبر صراع، أكبر في صراع جوايا. أكبر صراع إنك وأقدم واحد هو ده الديب عندي، لأن بصي أنا جوايا شخص روحاني جداً، خلاص، وبميل أكتر للحتة الروحانية مش الحتة الدنيوية. دي طبيعتي، مش عارفة أغيرها، أنا كده من صغيرة جداً يعني. فأنا بالنسبة لي بحس أن أنا قربي من ربنا بسعادة كبيرة قوي في حياتي.